رجل أضاء العالم. ولد توماس إديسون في مدينة ميلانو بولاية أوهايو الأمريكية عام 1847 ميلادية. أصيب خلال طفولته بالتهابات الأذن على نحو متكرر، وعانى صعوبة في حاسة السمع في كلا الأذنين، وعانى صعوبة في حاسة السمع في كلا الأذنين، مما أدى في نهاية المطاف إلى إصابته بالصمم الكلي. في عام 1854 انتقل إديسون مع عائلته إلى ولاية ميشيغان، وهناك التحق بإحدى مدارسها العمومية. كان في تلك المرحلة طفلا مفرط النشاط وقليل الانتباه والتركيز، مما اضطره إلى الخروج من المدرسة بعد 3 أشهر من الدراسة. تولت والدته تدريسه في المنزل، واستطاعت تحبيبه مطالعة الكتب العلمية. باع في صغره الصحف للمسافرين على متن القطارات، وبعد مدة عمل موظفا لإرسال البرقيات في محطة السكك الحديدية. ولإشباع شغفه العلمي بنى ورشة عمل في بلدة مينلو بارك عام 1872 ليجري فيها تجاربه. كانت هذه الورشة أول مختبر للأبحاث في أمريكا، وتطورت مع الأيام حتى أصبحت شركة جنرال إلكتريك الشهيرة اليوم. استطاع إديسون في غضون 4 سنوات أن ينجز عددا من الاختراعات، منها التلغراف الآلي الذي باعه لإحدى الشركات بمبلغ كبير من الدولارات التي استثمرها في تطوير ورشته، وتمكن بعدها من اختراع جهاز لتسجيل الصوت فداع صيته واتسعت شهرته. ظفر إديسون بالمال اللازم لمواصلة اختراعاته من أحد بنوك نيويورك، وفي عام 1879 أنتج مصباحا ذا مقاومة عالية يدوم لمئات الساعات، كما اخترع الميكروفون الكربوني الذي يستخدم في البث الإذاعي. لقب إديسون بالعالم صاحب 1000 اختراع، لأن عدد اختراعاته بلغ 1097 اختراعا. لكن المصباح الكهربائي يظل أهم اختراعاته على الإطلاق، فهو الذي حل محل مصباح الزيت ووضع حدا لعصر البخار. يظن بعض الناس أن العبقرية التي فطر عليها إديسون هي السر الذي جعله ساحر اختراعات، لكن إديسون يجيب بقوله: أنا مدين للفطرة بنسبة 1%، ومدين للدأب والعمل المتواصل بنسبة 99%.